في الفيديو ديال اليوم غادي نشرح لكم حاجه جديده على الواي فاي ديال اورانج، او يقدر يكونوا متعلقين مع الواي فايات وحدات ديال الشركات وحدات اخرى. اليوم غادي ندوي على جوج حوايج متعلقين على هذا الواي فاي. هذا الفيديو اللي فات كنت ندوي على شي حوايج متعلقين بهذا الواي فاي، اليوم عاوتاني غندوي على شي حاجه اخرى كتكلم على هذا الواي فاي هذا. المهم كل مره كنجيب لكم على معلومات جديده باش انكم تستافدوا. المهم كل مره نحاول ندير لكم على شي معلومه بحال هكا باش ما تلقاوش مشاكل ولا شي حاجه. فوالا اليوم غندوي على الحاجه الاولى اللي هي شنو خاصك دير قبل ما تشري اي واي فاي، ولا واي فاي ديال اورانج ولا واي فاي كيما كان، شنو خاصك دير قبل ما تشري. الحاجه الثانيه اللي غنشرحها شنو هي الفرق بين الكونترا وبلا كونترا او العقد او بلا عقد. غنجي نشرح هاد جوج حوايج اللي مهمين في الاخر. الا كان شي معلومه اخرى طاحت لي في البال غادي نبارطاجيها معكم، ونعاود نشرح لكم شي حوايج اخرين على هاد الواي فاي هذا. بالنسبه لهذا ديال اورانج كما قلت لكم هواوي شتو مؤخرا دويت عليه بزاف، دويت عليه وليت كندوي على الواي فاي بزاف مؤخرا عبر المحتوى اللي كندير هاد لي، حتى كيجيو لي اسئله كيجيو كيسولني بزاف على هادي ما عرفتش هادي، كنحاول نشرح لهم كنحاول ندير فيديو نبارطاجي معاهم. هذاك ما لقيت فيديو هذا عاود ثاني ثاني فيديو ومخا ضرقني يدي ما قدرتش انني نخرج نمشي نصور شي فيديو ولا شي حاجه. فوالا هذا ما كان. المهم قبل ما ندخلوا في الموضوع ديال شنو هذاك الشيء اللي بارطاجي معكم، اللي عنده شي مشكل في الواي فاي ولا كي ما كان شي مشكل في الواي فاي كيما كان، يصيفط لي ميساج في الانستغرام ديال اختي في الديسكريبسيون، ولا يحط لي لي كومونتير لتحت في التعليق، ولا يصيفط لي في باج فيسبوك. المهم تما غادي تواصل معايا من عصا في الانستغرام، تما كيكون اونلاين بزاف في الانستغرام. وهذا ما كان. دابا نقدر ندخل في الموضوع ديالنا. الحاجه الاولى كما قلنا شنو خاصك دير قبل ما تشري اي واي فاي. المهم هذا الشيء من التجربه ديالي انا ومزيانه ليا فاش درتها وصدقات ليا بخير. قبل ما تشري شي واي فاي كنتي كتسكن في المدينه ولا كنتي كتسكن في الجبل ولا كنتي كتسكن في عربيه، قبل ما تشري سول هذاك اللي كيسكن حداك، سمعي مزيان، سول هذاك اللي كيسكن حداك قول ليه شنو هاد الوفي عندك. هادي شي واحد الحاجه اللي بسيطه ماشي حاجه اللي صعيبه. غتقول ليه سول هذاك اللي كيسكن حداك قال لك عندو ديال اورانج، شد هادو الكود وجربو في التليفون ديالك، الا كان خدام مزيان مزيان جيب ديال اورانج. لقيت عندو ديال انوي كان خدام مزيان سير ديال انوي، لقى عندو ديال الاتصالات لقى الاتصالات خدام مزيان سير ديال الاتصالات. حتى الا لقيتيهم كاملين لقيتي اي واحد لقيتو عندو مخدامش مثلا كيت ديال اورانج ما خدامش تقدر تغامر تشري ديال انوي. لقيتي مثلا ديال انوي ما خدامش تقدر تغامر تشري ديال اورانج ولا تشري ديال الاتصالات. المهم هذا هو البلان ديال هذا الشيء، خصوصا الا كنتي دخلتي في العربيه والجبل. هادو اما في المدينه اكثر في المدينه كيخدمو كاملين مزيان. كنتي في العربيه ولا في الجبل دير هاد القضيه هادي، راه من التجربه ديالي انا. سولت السيد اللي عندنا كلاش منو هادو في عندي، قال لي عندي ديال انوي جربتو عندي لقيتو خدام ليا مزيان وشريت ديال انوي، ولكن مبقيتش خدم به دابا شحال مبقيتش ديال انوي. شريت ديال انوي وخدم ليا بخير 14 في الايام ديال كورونا، وخا الناس ثقيل عندهم حيت جالسين في الدار وكلشي خدام بالكونيكسيون كنت شوية خدام ليا مزيان، وخا هاديك راه كتخدم ليا شوية مزيان حيت واخا كانو الشبكات عامرين بزاف، كانو مؤخرا الناس كيتشتو بزاف لا علاش ثقيل علاش ثقيل علاش ثقيل، ولكن غير الناس قالو جالسين في الدار وصافي. نعاود عليكم قبل ما نشري شي واي فاي سول شي واحد حداكم قول ليه واش شنو هاد الواي فاي خدام عندك، اي واحد قال لك مزيان جربو وسير جيبو باش ما تغابرش تمشي تشري شي ماشي مكان تجيبو في الاخر ما يخدمش ليك. ولا هادي النصيحه ديالي انا من التجربه ديالي ماشي كنخرب، من التجربه ديالي انا مشيت سول واش خدام ليا مزيان. اي فوالا دابا سالينا من الحاجه الاولى اللي هي اش خاصك دير قبل ما تشري اي واي فاي باش ما تندمش. دابا ندوزو للحاجه الثانيه اللي هي الفرق بين الكونترا وبلا كونترا او العقد او بلا عقد. فاش كتمشي تشري شي واي فاي تيقول لك واش بغيتي الواي فاي بالكونترا ولا بلا كونترا. غادي نشرح لك واحد القضيه هذه بزاف الناس كيبغيو فيها مشاكل. بزاف الناس كيتقولبوا ماشي الشركه اللي كتقولبوا فاش كيمشي يشري الواي فاي ما كيردش الباب، فاش كتقول ليه الشركه باش ما يتمرش شي غلط، فاش ما كيركزش مع الشركه كيتقولب ما كيعرفش شنو غادي مازال واخا كيسيبو يصيفطو لي ميساجات على هذا الشيء. بزاف الناس واش كاين شي متابعه قضائيه في هادشي، ولي نشرح لكم هادشي مزيان مزيان. فوالا الواي فاي اللي بالكونترا ركزو معايا مزيان مزيان، نشرح لكم هادشي باش نشرح لكم بالدارجه، كندوي غير بالدارجه مغنشرحش بشي لغه واحده اخرى بالدارجه باش كندوي ديما. الواي فاي اللي بالكونترا ركز معايا مزيان، دابا كندوي على بالكونترا مكندويش على بالكونترا. الواي فاي اللي بالعقد او بالكونترا
فاش كتمشي تشري الشركة اش كتقول لي؟ كتقول لك هاد الويفي هذا كتبيعو لي، كتقول لك الا بغيتي تقطعو الا بغيتي تحبسو كتقول لك تيسالي عام تيسالي 12 شهر. ركزو معايا مزيان، تي كتسالي 12 شهر عاد تقدر انك تقطعو. ركزو معايا مزيان، مكديوش على بلا كونترا، بلا كونترا مكدي، دابا كدوي بلا كونترا كتبيعو لي كتقول لك تا كيسالي عام عاد انك تقدر تقطعو تقدر تحبسو. فهمتو هاد القضية ديال الكونترا؟ تا كيسالي عام انك تقدر تحبسو. مايمكنش انك تمشي تشريه الشهر الاول كدوز شهرين فاش تمشي تقول لهم حبسوه ليا، راه مغاديش يحبسوه ليك نهائيا، حيت نهار الاول سنيتي معاهم تيسالي عام تيسالي 12 شهر عاد انك تقدر تحبسو او تقطعو وقت ما بغيتي. فهمتو هاد القضية ديال الكونترا؟ ما تقدرش تحبسو تيسالي عام، فاش يسالي عام تقدر تقطعو في الشهر الاول ولا الشهر الثاني ولا الشهر الثالث. الشهر الاولين فاش يلاه كشي راه مستحيل انك تحبسو. فوالا هذا هو البلان ديال الكونترا. ودابا غندوزو لبلا كونترا. بلا كونترا دابا فاش كنمشي تشري تيقول لك انت الوي في هذا راه بلا كونترا، شنو خاصك دير هنايا؟ الكارتون اللي شريتي او لا ديك الكارتون اللي فاش كان خليها نقية وديرها في شي بلاصة، ديك الورقة ديال اللي كيسنيو فيها خبيها حتى هي. هذا ديال بلا كونترا تقدر تحبسو وقت ما بغيتي، تقدر تحبسو في الشهر الاول الشهر الثاني الشهر الثالث فاش يلاه كتسير الشهر الرابع هذا تقدر تحبسو وقت ما بغيتي، ولكن الكارطون فاش يلاه جا وديك الورقة اللي كتسني معاهم هاديك خبيهم ضروري، خبي الشارجور خبي أي حاجة جات مع داك الويفي خبيها، بحال يلاه شريتي ما تخسر حتى حاجة. راه واخا تمشي عليهم تقول لهم حبسوه عليا غيبغيو يحبسوه، ولكن بشرط انك ترجع ليهم ديك الكارطونة ترجع ليهم كلشي كيما كان بحال كيما يلاه شريتي نهار الاول. تفهمنا؟ ديك الكونترا ردو البال مزيان. كذلك حتى بالكونترا شريتو الويفي خبيو الكارطونة فاش تبغيو تقطعوه ديو الكارطونة ديو الشارجور ديو كلشي مكتوب بحال يلاه تشري جديد، بحال يلاه تشري جديد غترجعو للشركة ديك الساعة يقدر يحبسو ليكم. هادو مزيان بلا كونترا. وبالكونترا فاش تسالي ديك 12 شهر ديك الساعة تقدر تجي تقول لهم حبسوه ليا ودير لهم الكارطونة ودير لهم كلشي. هذا هو البلان انا شرحتو لكم مزيان. ديما الكارطونة احتفظوا عليها واحتفظوا على اي حاجة تشات في الفلو احتفظوا عليها. بزاف الناس ولاو كيصيفطوا لي باش تقول لي لا راه تيقول لي جيب الكارطونة جيب هادي جيب هادي كيما تشرى نهار الاول. واخا ديرو بلا كونطرا فاش تمشي عندهم تقول لهم حبسوه راه الا ما كانتش الكارطونة وكان داكشي كامل موجود كيما شفتي نهار الاول راه ما يحبسوش ليك، راه ما يعقل عليه حتى شي يقول لك رجع لينا الويفي ديالنا باش انا نقدر نحبسوه عليك. فوالا دابا شرحت لكم البلان ديال الكونترا او بلا كونترا اللي ما عمرش وقع لي شي واحد شرحهم في الفيديوهات ديالو، ما عمرش واحد شرح البلانات هادو. انا شرحت لكم وفهمتكم مزيان. دابا غندوي على شي معلومات على هاد الويفيات تكدوز عليهم ديك المرة، غنعاود نشرحهم في هاد الفيديو هذا. هاد اللعيبات كاين اللي ما كيفهموش هاد اللعيبات هادو، شفتو هاد اللعيبات هادو اللي حاط عليهم صوالح كاين اللي كيفهم، كاين هادي اللي حاط عليها صغي دابا هادي هي شفتو هادي، المهم اللي هادو اوروج راه غيعرفو هادي اللي حاط عليها صغي شفتو هادي. الا كانوا جاب الله كانوا شاعلين كاملين راه الويفي خدام مزيان، كانوا شاعلين غير ربعة راه الويفي شوية، شاعلين ثلاثة شوية، شاعلين جوج وحدة راه الويفي راه كيكون الرصيد ديالو ناقص. شنو غدير في هاد الحالة هادي؟ غتشري ليه لي زونتير وغتركبهم ليه على هنايا. راه شفتو في الفيديو اللي سبقت فيها هاد الامر شرحتهم لي زونتير شنو كيعنيو، كتقاد الصورة ديال الويفي ولا بدليه بلاصة باش يولي هادي غامرة ديما رد البال مع هادي. حاجة واحدة أخرى هادي حتى لا صفر، هادي اللي كانت بالحمر عرفو الويفي راه ما خدامش، كانت بالخضر عرفو الويفي راه خدام مزيان. كاين هادا هي حتى لا صفر، هنا اللي كان خدام مع التلفازة ولا مع البيسي. انا فاش كنشوفو كيشعل فوالا، انا فاش كنشوفو كيشعلو فوالا. كاين هنا انا فاش هنا الا بغيتي تركبو في البريز راه باينة هنا، وكاين هادي الكرية هادي هي شتو هنا كتخدمو مع البيسي، كاين هاد الصفرين هادو كاين اليوس بي وكاين الا بغيت تخدمو مع التلفازة. فوالا هادو هما المعلومات اللي بغيت نبارطاجي معاكم اليوم. فوالا هنا كتركب كارت سيم هيا هنا، هنا كتركب كارت سيم شتو هاد البلاصة هادي. المهم اللي عندو شي مشكل ولا شي حاجة شي بلان بحال هكا سيفتو ليا في الانستغرام، انا عرفت قلتها ليكم غنحطلكم في الديسكريبسيون راه كاين راه موجود. ولا اي مشكل متعلق بالويفي شي بلان بحال هكا صحاب اتصالات ولا صحاب او ان وي ولا صحاب اوروج الحاجه اللي عارفها ما تقدرش تبارطاجي حاجه ما عارفاش. وهذا هو الفيديو ديال اليوم، يلا ديروا لايك.
ابو فراشي، قول لي واحد لي كومونتير تحت اللي عجبو الفيديو اللي استفدت على بارطاجيو مع الناس اللي عندهم مشكل في الويفي، اللي عندهم شي مشكل اخر في الويفي دخل الفيديوهات راه كاين فلاشي، كاين فيديوهات بزاف على هذا الشيء. يلا نتلاقاو في فيديو جديد، يلا راكم تما.